عدد ديال الامور اللي خلتنا ان هذا المعرض هذا، لان كاين بنيه تحتيه مهمه في الجهه ديال فاس الكناس، كذلك الجهه ديال فاس الكناس تمثل تقريبا 43% من عدد الصناع ديال المغرب كامل قطاع الجلد، وكاين بنيه تحتيه مهمه بحيث كاين اكبر بنيه تحتيه في الناحيه المذابح هي في مدينه فاس، وكذلك كاين المطبخ ديال مدينه الكناس، وهادو كلهم مؤشرات وهادو كلهم حوافز اللي تيعطيو ان هاد باش يمكن لنا هاد القطاع هذا يكون عنده واحد الاهتمام. ما يمكنش يكون قطاع اللي بهذه الاهميه هذه، وما يمكنش يكون عنده هذه البنيه التحتيه قويه كذلك اللي هو كيشغل في مدينه فاس 15000 صانع جميع المصنوعات الجلديه، وهادو كلهم نقاط قوه بالنسبه لهذا القطاع، وهو النقطه الاساسيه اللي خلات انه باش يكون معرض في هذا المستوى اللي غادي يكون ان شاء الله تعالى. هذا المعرض اللي هو غادي يكون على مساحه تقدر ب 4000 متر مربع، وجاي في وسط المدينه لاول مره غيدار معرض بهذا الفن الكبر في وسط المدينه، قريب لجميع الفنادق، قريب للمدينه الجديده ديال فاس، وقريب لجميع الساكنه. ولا بد اننا نبينوا القوه ديال هاد الصناع، وما دام انها كاينه هاد القوه هذه الا وخص يكون واحد المجال ديال التسويق من جميل المواكبه ديال هاد القطاع، هو انه هاد المعرض هذا غادي يشجع الناس على التسويق باش يمكن اننا نبينوا الصناعه ديال المصنوعات الجلديه كامله. وتنتمنى الله تعالى ان توفقوا. لا بد انني نشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي هي الان تبعت هذا الشيء هذا، لان النجاح ديال المعرض هو ضروري انه الجسم الاعلامي، ولا بد ان الاعلام يكون الدعم، وحنا معتمدين على الله وعليكم حتى انتم باش تعاونونا في هذه التظاهرات. ونشكر الجميع، شكرا.